خلونا نروح للمدرب العام السابق لمنتخبنا الوطني ونجم النادي الاهلي السابق النجم الكبير كابتن ضياء السيد. يا كابتن مصر، ازي حضرتك؟ ازيك يا اسلام؟ كل سنه وانت طيب. كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن، وسنه وانت سعيده على طيب، حضرتك. سنه سعيده عليك وعلينا وعلى كل الشعب المصري. يا رب علينا وعليك يا كابتن ان شاء الله. كابتن ضياء، رأي حضرتك في مباراه مصر وتنزانيا النهارده في اخر في اولى واخر المباريات قبل السفر إلى كوت ديفوار؟ يعني انت عارف لما بتبقى المده اللي قبل البطوله المجمعه الكبيره بيبقى خديك 15 يوم، فدايما المدربين بتحب ان اللعيبه كل لعيب جاي من فرقته جاي من حته بيجمعهم في مباراه تبقى ما تبقاش قويه قوي، اوكي، بحيث ان ياخدوا احساس البطوله، احساس الدخله على البطوله. بنشوف بقى على حسب اللعيبه اللي عنده، اللي بعيد بيقربوا شويه، اللي بيأكد على حاجه معينه في دماغه لكن ما بيبينش كل حاجه. يعني معلش يا كابتن ضيا، قبل ما اخلص النقطه دي مع حضرتك، هل حضرتك مع مباراه واحده ولا مباراتين؟ يعني في مدارس. لا يعني هي مباراه واحده كفايه، اوكي لانه اوكي المده مش يعني النهارده 7 انت هتلعب بيوم 14، يوم 14. فكويس جدا هتخللهم السفر، وبعدين هتقعد في المكان اللي هتلعب فيه وتتعود بقى على الجو. 6 ايام كويسين قوي انك تتعود على الجو والاجواء بتاع المكان اللي انت هتلعب فيه في كوت ديفوار. فانا بشوف ان هي مباراه كفايه جدا، اوكي، لانها يعني كتر المباريات مش هو المفيد بشكل جدا. اللعيبه لعبه لحد الاسبوع اللي فات كلها، معظمها كلهم لاعبين عدد مباريات كافيه جدا مع انديتهم. المباراه دي غرض منها ان اللعيبه تحس ببعض في الملعب في مباراه ما تكونش المستوى بتاعها قوي، يعني مثلا لاعب فتوح لانه كان بعيد الفتره اللي ايوه، فاتت فيخش ما انا كنت هسأل حضرتك على فتوح، على صبحي، على عمر كمال، بالظبط على اتفضل. بالظبط. دخل الناس اللي كانت بعيده، عمر كمان ما لعبش السوبر مع فرقته وكان صح، مصاب، فدخل. هتلاقي فتوح، هتلاقي صبحي، حجازي برضو بعيد، ما كان بعيد يا دوبك لعب ماتشين في كاس العالم للانديه من فتره طويله برضو، صح، انه يخش جنب منعم ياخدوا الاحساس بتاع اللعب مع بعض، حافظ على الخط الامامي، حافظ عليه بشكل جدا زي ما هو وغير في نص الملعب، بدخل الناس واحده واحده مع ان كل واحد ياخد احساس الماتش، يحسوا ببعض، يعني اللعيبه تحس ببعض كمنتخب. يعني احنا كجماهير يا كابتن ما نبصش بقى، الجماهير ما تبصش لشكل يعني جمل بتتعمل، او لانه المفروض ان الحاجات دي هي محفوظه. لا هو كمان المفروض كمان، لانه فيتوريا قاعد بقاله سنه ونص مع الفرقه، صح، واللعيبه دي لعبت معاه كتير، يعني مش هيجي يجرب النهارده حاجه في الماتش ده قبل ما يلعب مظبوط. لا ده دول بقى لهم فتره ولعبوا رسمي ولعبوا ودي مع بعض كتير، يعني 90% او 95% من اللعيبه اللي موجوده دي بقى لهم سنه ونص شغالين مع فيتوريا، صح، وعارفين افكار بعض وعارفين الحاجات اللي بيطلبها، وهو عارف ده، لكن هو بيدخل الناس ويحسوا ببعض في مباراة ما تكونش صعبة تكون سهلة، على أساس إنه يبتدي الاستعداد، يعني ياخدوا بكرة أجازة وبعد كده يسافروا بالسلامة إن شاء الله. كابتن، الناحية الهجومية ومحافظته على محمد صلاح وعلى تريزيجيه وعلى مصطفى محمد، أعتقد ده الأقرب من وجهة نظرك للبداية في مباراة موزمبيق. وجهة نظر كل العالم. لا، في ناس تقول لك مرموش، تريزيجيه، يعني، لكن لا مصطفى وصلاح هو هتلاقي في اخر الماتشات محافظ على الشكل ده بالتغيير كمان، يعني بالتغيير وبتوقيت التغيير. حضرتك تفضل مرموش ولا تريزيجيه؟ لا هو الشكل اللي موجود من خلال المباراه دي والمباريات اللي فاتت كلها، هو تريزيجيه والخط ده تريزيجيه ومصطفى وصلاح، صحيح، وبيشتغل عليهم. اذا كان هيبقى في تغيير من تحت بقى في عندك خيارات، لان نص الملعب كلهم كويسين وكلهم فايقين، لكن انا بعتقد ان هو يعتمد على معظم اللعيبه اللي اشتغلت معاه الفتره اللي فاتت، يعني على الاقل في البدايه هيعتمد على معظم اللعيبه اللي اشتغلت معاهم، اذا كان زيزو ولا ميني ولا حمدي فتحي ومعهم مروان
ومعاهم إمام كمان، ما خدش معاه كتير، ما خدش معاه كتير، لكن هيبقى طبعا موجود، فكل القوة الضربة دي موجودة معاه بشكل كبير. وكابتن، هو ممكن ان انت ما تلعبش الحارس الاساسي اللي انت عايز تلعبه وتلعبه يوم المباراة الاولى الرسمية؟ بص يا كابتن اسلام، اتفضل يا كابتن. الشناوي لعب كتير جدا ما شاء اوكي. الله، وهو الحارس الاول من قريب، من بعيد، من فتره، من زمن، هو الحارس الاول ان شاء الله ربنا يحميه يعني. نعم. الشناوي كان اخر حاجه عنده اصابه، اوكي. فالاصابه مش قويه، خفيفه، ابتدى يتمرن، فما فيش داعي ان انا اجازف بيه النهارده. ايوه. واحمد كمان الشناوي كان عنده اصابه، يا نفس دوبك الكلام. لسه خافف منها. هو لاعب النهارده صبحي، اللي هو بقاله حوالي 50 يوم ما وقفش تحت ثلاث خشبات، صح. ابو جبل وقف كتير، صح. فيبقى كده كل الناس خدت الاربعه، يبقى عنده بالتسلسل، يبقى كده حافظ على الاثنين المصابين وحافظ على الشناوي، وفي نفس الوقت ابو جبل لاعب لاخر ماتش في الدوري مع البنك الاهلي، صبحي هو اللي كان بعيد ما بيلعبش، فرجع صبح. فخد الاحساس بتاع المباريات، يعني بقى له اكتر من 50 يوم خد بالك، فطالما هو موجود معاه فكان لازم انه يديله عشان ياخد احساس الثلاث خشبات. ولكن فده في الاخر يوم يوم 14 هيبقى غالبا الشناوي، لا خلاص محمد الشناوي يعني. ان شاء الله، لو طبعا الشناوي لو لو سليم يبقى محمد الشناوي طبعا الشناوي. لا طبعا يعني اقصد عشان في ناس بتسالني في هذا الامر، فانا قلت لهم يا جماعه ده طبيعي جدا ان هو يحافظ على. لا طبيعي جدا، طبيعي طبيعي، احنا يعني احنا عارفين انه يعني ليه جازف ودي الشناوي يعني في ماتش زي ده يعني. كابتن، عايز اعرف تفسير حضرتك يعني انا كل مره، وحضرتك لما كنت معايا من وقت في البرنامج هنا سالتك برضو نفس السؤال، لماذا يغيب الجماهير عن منتخب مصر في ظل ان يعني كل حاجه مهيئه دلوقتي للمنتخب، مثلا دعم كبير من الدوله، دعم كبير من اتحاد كره القدم، اماكن جديده بيتم افتتاحها، صالات رياضيه كبيره، مدينة رياضية بحجم مدينة مصر للألعاب الأولمبية، كل ده موجود وكل ده بيساعد على إن الجماهير تبقى عارفة إن الرياضة ليها دور كبير ومهم جدا. لماذا لا أجد جماهير في هذه المباراة على الرغم من إن النهاردة آخر مباراة هتلعب فيها قبل يوم 14؟ بص يا اسلام، هو التعامل مع ملف الجماهير انا مش شايفه ماشي بطريقه اتفضل صحيحه، لانك انت دايما فاصل ما بين الـ او ما اعرفش هل ده غايبه ولا انا بس اللي واخد بالي، يعني انت فاصل بين انت بتتعامل مع الانديه بجمهور ضعيف، اوكي، بتتعامل مع ملف الجمهور على بشكل ضعيف جدا جدا جدا. يعني حضرتك بتقصد هنا ان انت طبعا عايز الجمهور فانت يرجع. هنا، فهنا انت ما تفصلش، ما تجيش وتحمس الناس ويلا وصلاح موجود ويلا. جمهور النادي الاهلي والزمالك والاسماعيلي والاتحاد هو جمهور منتخب مصر، صح. فالمعادله التعامل مع الانديه، مع جمهور الانديه، لازم يبقى هو هو بنفس المعيار، اوكي، علشان تلاقيه، عشان تلاقيه في ماتش في المنتخب، ماتشات المنتخب، صح. عشان تلاقيه في ماتش المنتخب انت محجمه في ماتشات الانديه، فانت خلاص الجمهور اللي متعود يروح الملعب واللي كان مظبوط متعود بقى بيقل بيقل بيقل، فهتيجي انت بتحاول تشجعه وتحفزه على ماتش المنتخب، لا يقول لك ما هو انت مش حاجة. ما نعمل من هنا اروح هنا، فلازم التعامل يبقى بمسطره واحده، ولازم اوكي. نفكر فيها، لان المنشآت اللي انت بتتكلم عليها دي، المنشآت دي عظيمه جدا، انا زرت المدينه دي وحاجه تحفه، لكن خد بالك عشان تعمرها بالماتشات وبالفرق وبالبطولات لازم يكون في جمهور، صحيح. لازم تتعامل مع ملف الجمهور الاول، تتعامل تحل مع الموضوع مع جمهور الانديه، لان جمهور الانديه هو اللي بيروح ماتشات المنتخب، مظبوط. فالتعامل الناحيه الثانيه مش على قدر يعني مش واخد الاهتمام الكبير، او معرفش بقى الظروف ايه، فطبيعي جدا رد الفعل في ماتشات المنتخب مش منتخب ان هتلاقي. احنا نشوف ده. طيب لا مش هتلاقيه. منتخب مصر يا كابتن قادر على الفوز بهذه البطوله
ولا حضرتك شايف او ممكن يكون من 4 5 فرق من القادره على الفوز في بهذه البطوله، بطوله كاس الامم؟ طبعا من 4 5 فرق وطول الوقت انك انت كل بطوله بتخشها او معظم البطولات بتخشها دايما مصر مرشحه لانها بتعرف تتعامل في البطولات المجمعه بشكل كبير. أوكي. مهما كان انك انت مش محطوط في احيانا دول كتير ما تحطكش في التصنيف تلاقيك انت بتلعب في النهائي. لكن احنا من ضمن 4 فرق، من ضمن 4 فرق قويه جدا مرشحه. موجوده في لكن ان شاء الله ربنا يسهل وتمشي الامور واحده 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 واحده. مش الضغط يبقى كبير قوي بالحمل، واحده واحده كده، لان عمليه التجميع في البطوله عمليه بتمشي ماتش بماتش ماتش بماتش. في الدور الاول بتلم جمع نقاط، بعد كده النوك اوت، دي ليها تعامل ودي ليها تعامل. احنا البطوله اللي فاتت يعني ابتدينا وحش قوي وبعد كده ابتدى المستوى يعلى يعلى، وصلنا ب3 مباريات فيهم 120 دقيقه اكسترا تايم ووصلنا للنهائي. فمحتاجين ان احنا نقول دايما ان احنا من ضمن 4 مرشحين، دايما نقول ان احنا من يعني تاخدوا بالكم انتوا كمنصات اعلاميه من الضغط على الناس انك انت لا انت الوحيد اللي لازم تجيب البطوله. ده ضغط زياده في 7 مباريات مطلوب منهم تسلسل بشكل كويس وخريطه كده كويسه ان شاء الله. فنتمنى ان شاء الله ان احنا نبقى. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي ومدرب منتخب مصر السابق او المدرب العام لمنتخب مصر السابق كابتن ضياء السيد.